المكان المعهد الوطني لتكوين الأئمة بالبويرة، التوقيت الساعة 2 بعد الزوال، الكل هنا في استقبال مفخرة الولاية والوطن الفتاة زينب بن يوسف صاحبة المرتبة الأولى في المطبعة 17 من جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي. المسابقة كانت صعبة نوعا ما، لأنه المسابقة الجزائرية ينافس فيها الإناث ينافسنا الذكور، عكس المسابقات الدولية الأخرى كل فرع لوحده، فرع النساء لوحده، فرع الذكور لوحده. فالمسابقة الجزائرية يعني مسابقة صعبة نوعا ما، ولله الحمد والمنة كان لنا الفضل والحصول على المركز الأول. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لجمع القراءات العشر الصغرى والكبرى والنافعية إن شاء الله. لقت زينب منافسة شديدة ومستوى مرتفع بشهادة الجميع لهذه المسابقة التي شاركت فيها 49 دولة، لكنها افتكت اللقب بكل جدارة واستحقاق. لأن الإنسان في هذه الحياة لابد له من عمل يتركه صدقة جارية له، ومن بين الصدقات الجارية هو الذرية الصالحة. مسابقة العظيمة التي يعني تفوق الوصف في نجاحها، وهي جائزة الجزائر للقرآن الكريم. تقدم بالتهنئة الخالصة لبنتنا زينب التي فازت بالجائزة الأولى في هذه المسابقة الدولية. فوز عظيم في مسابقة كبيرة للقرآن الكريم أبدعت الجزائر في تنظيمها، وأبدعت زينب بن يوسف في الفوز بها، فهذا التتويج فخر لعائلتها وولاية البويرة والوطن.